شدني سؤال ربما أجده غريبا في عصرنا الحالي، هل الأساطير حرام؟ لا تهمني الإجابة بقدر أهمية شرح ما معنى أسطورة. الأسطورة مفردة وجمعها أساطير، وهي قصص تقليدية خاصة تلك التي تتعلق بالتاريخ المبكر لشخص ما، أو تشرح بعض الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية، وعادة ما تتضمن كائنات أو أحداثا خارقة للطبيعة. تسمى مجموعة من الأساطير، ودراستها تسمى بعلم الأساطير. تستند الأساطير إلى التقاليد، بعضها له أصول واقعية بينما البعض الآخر ملفق بالكامل. بعض الأساطير مقدسة لمكان أو مقدسة لمكان أو دين معين، وهي تصف وتشرح وجهات النظر الثقافية والدينية أو العالم أو وجود الشخص. على عكس القصص الخيالية، لا تنتهي الأساطير في كثير من الأحيان بنهاية سعيدة، ولا تتعلم شخصياتهم دائما درسا إيجابيا. تعد الأساطير جزءا من تقليد شفهي، مما يعني أنه تم تناقلها على مدار سنوات عديدة، وغالبا ما تتغير أثناء انتقالها من شخص لآخر. نشأت الأساطير منذ زمن بعيد، عندما بدأ الناس في استخدام الكلمات المكتوبة، ويتكون جزء كبير من النص الأول من موضوعات مثل كيفية خلق العالم وكيفية ظهور الناس والحياة الآخرة أو سبب أهمية الموت في الحياة. وتأتي بعض الأساطير المعروفة من الثقافات التالية: الإغريق، الرومان، المصريين، الهنود، الفرس، الصينيين، الأمريكيين الأصليين، وأساطير بني إسرائيل. وتغطي الأساطير مجموعة متنوعة من الموضوعات التي يمكن استخدامها في الفصل كنقاط تعليمية. على سبيل المثال، هناك أساطير حول سبب تغيير الفصول، ولماذا تشرق الشمس، ولماذا يظهر القمر، ولماذا يغيبان. هناك أيضا أساطير حول النتائج الإيجابية والسلبية التي تأتي من القرارات التي نتخذها. الأساطير هي أيضا طرق للتعرف على قوى وعيوب آلهة الثقافة. بس إيش الفرق بين الأسطورة والخرافة؟ سؤال جميل، راح نجاوبه بكرة إن شاء الله. طابت أوقاتكم.